يا استاذ ابراهيم العميد محمد مرجان يبدو ان له تعليق فيما اتفضل يا محمد بيه. اتفضل يا كابتن عدلي. معلش انا بس عذرا ومش هتطول، بس على سريعا لان كان في حضرتك بتقول الشخص ده عضو في النادي الاهلي. ده هو بيقول هذا كلام غير صحيح. ما هو بيقول كتير هذا الكلام غير صحيح، واحنا تم مراجعه السجلات الشؤون العضويه ولم يستدل على اي عضويه بهذا الاسم، ولو كان استدل على هذا العضويه بهذا الاسم كان تم اتخاذ كافه الاجراءات طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. النادي الاهلي يحترم اللوائح والقوانين عشان خاطر بس من لا مهمه الملاحظه دي طبعا، لان كان في ناس عايزه تتقدم بطلب التحقيق مع عضو النادي، ولكن كده قبل كده هذا الكلام اداره النادي ومجلس الاداره مش منتظرين حد يتقدم، احنا بنتحرك في كل الاتجاهات، ولكن هذا الشخص ليس عضو في النادي الاهلي ولم يستدل له على اي بيانات عضويه في النادي. الجزء الثاني والاهم، هناك لو في زي ما حضرتك بتقول هدايا مجلس الاداره او القصه دي كلها، الكلام ده برضه في لوائح منظمه تم استقبال هذه الهدايا او هذه الساعات اللي هو برضه بيردد فيها للاداره التنفيذيه، وانا استلمتها بنفسي وتم تسليمها في المخازن عشان نقفل المواضيع دي. احنا كنا لسه هنوضح النقطه دي، ان الساعات المهداه موجوده في النادي الاهلي. النواب يا فندم دي في لوائح وقوانين بتنظم، على مجلس النواب لو في هدايا واحده في الخارج بيتم تسليمها للامانه العامه في اي جهاز واي مؤسسه دوله، وفي هدايا بيتم تسليمها للامانه العامه. ده اللي حصل بالفعل في النادي الاهلي من المجلس الاعضاء مجلس الاداره، وتم تسليمهم خطاب رسمي اللي تم تسليمها للنادي الاهلي موقع من المدير التنفيذي لوائح ونظم تمام رمى في مؤسسه النادي الاهلي. تمام بس للتوضيح، وانا اسف للمداخله. تمام. لا شكرا للعميد محمد مرجان.